السلام عليكم. اليوم ان شاء الله جبت لكم طريقه تحضير ديال السمبوسه بجوج ديال الطرق. خليكم معايا تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. المقادير: غادي نحتاجوا اللحم المفروم، يعني كيبقى على حسب الرغبه. انا هنا عندي ديال الغني. وغادي نحتاجوا الصفار ديال البيضه اللي غادي ندهنوا بها في الاخير الورق ديال السمبوسه اللي على هذا الشكل كيتواجد في المحلات التجاريه الكبرى. وغادي نحتاجو تقريبا واحد الباقه ديال المعدنوس ونص باقه ديال القزبر، يعني تقريبا قد هكا. وعندنا الشبت اللي معروف هكا. وغادي نحتاجو في التوابل، غادي نحتاجو الكركم، خرقوم معرق، وعندنا التوابل مشكله هنايا، وعندنا واحد تقريبا شويه ديال الزنجبيل طري. انا ما متوفرش عندي العادي فدرت الزنجبيل الطري، والكمون، معلقه ديال الكمون، ومعلقه ديال البزار، والملح. بالنسبه للحشوه الثانيه فعندنا البيض اللي مسلوق على هذا الشكل، وغادي نضيفوا معاه تقريبا 4 ديال القطع ديال الجبن، يعني 3 ديال البيضات و4 القطع ديال الجبن. غادي نزيدوا عليه الملح والابزار. وخليكم معايا باش نوريكم الطريقه ديال التحضير. طريقه التحضير: فانا درت واحد المقله فيها شويه ديال الزيت، غادي نوضع فيها اللحم المفروم. بالنسبه للبنات انا نضيف مطبوخ في البصل، فغادي نضيف معاه البصل. كما قلت البنات غادي نضيف دابا البصل، سبق ليا ما كتبتوش كنعتبر. غادي نحط هاد المكونات، يعني اللحم المفروم كيبقى على حسب الاختيار. يمكن لكم تضيفوا غير شويه، اللي مهم هي الخضر، هذا هو المهم. دابا غادي نضيفوا توابل، هاد التوابل كامله. وغادي نضيفوا معدنوس، وغادي نضيفوا الكزبر، وغادي نزيد عليه الشبت، وغادي نخلطوا هاد المكونات ديالنا حتى كطيح. حنا كنخلطوا على هاد الشكل وطيح لينا ديك البصيله والكفته. غادي نسامرو. بالنسبه لسميتو عليه، راه هذيك البصله يعني الخضر كتلقوا الماء، حتى الكفته حتى هي راه كتطلق في الاخر الماء، فما تخافوش. غادي نصابو على هذا الشكل فكيجي هكا كما كتشوفوا. غادي نكملو. غادي نخلوها البنات يطيب ونتلاقاو من بعد باش نوريكم النتيجه ديالو. البنات الحشوه الثانيه، فغادي نضيف لها شويه ديال الملح هكذا، وغادي نضيفو معلقه ديال الابزار، ما تكونش عامره تقريبا هكا. وغادي نخلطو هاد جوج ديال المكونات، الفرماج والبيض، فكتجي الحشوه هائله. يعني بالنسبه للحشوه الثانيه اللي دابا عليها علين كطيب، فما تكثروا الزيت حيت غادي نقلو هاد الورق ديال هاد السمبوسات، غادي نقلوهم، فما كيحتاجش اننا نضيفو الزيت بزاف. واللي بغى يدخلها الفرن حتى هي كتجي هائله، يدهن غير بشويه ديال الزبده ويدخلها الفرن كتجي هائله. صافي البنات هانتوما، هاي الحشوه دابا وجدت كما كتشوفوا، يعني وجدت الحشوه ديالنا بجوج ديال المكونات. غادي نحتفظوا بها على جنب بما طابت لينا الحشوه. غادي ناخذ واحد دابا واحد اللاطه، وغادي نوريكم الطريقه الاولى كيفاش نديروا الحشوه، نعمروا لافاخ. خليكم معايا. بالنسبه للبنات الطريقه كيفاش غادي نلف، غادي نلف على هذا الشكل، وغادي نعمر بالقليل من الحشوة.
وغادي نلف بطريقة سهلة على هذا الشكل، وغادي نزير مزيان، وغادي ندهنها بالصفار ديال البيض، وغادي نحطها على جنب. كتجي على هذا الشكل. غادي ناخد نفس الشيء، غادي نعمر بالحشوة الأولى البيض الفخوماج، وغادي نلف بطريقة سهلة، وغادي أيضا ندهنها بالصفار ديال البيض. نحاول تقاد الجوانب، كتجي على هذا الشكل. غادي نستعمر نفس الشيء، غادي نعمر على هذا الشكل، وغادي نلف بطريقة سهلة. كتجي الورق، يعني السمبوسات ديالنا واجدين على هذا الشكل. نستمر حتى نكمل الحشوة كاملة. كيف ما كتشوفوا البنات كيجيو على هذا الشكل، يعني مقادين. غادي دابا نزيد نكمل وخليكم معايا باش تشوفوا طريقة اللف ديال الحشوة الثانية. بالنسبة للبنات الحشوة الثانية، غادي حتى هي نوضع واحد الكمية، وغادي نلفها بالطريقة التقليدية اللي كان مداومين عليها على هذا الشكل، وحنا تنزيرو باش ما تخرج لينا ديك الحشوة. نحاول نوضعو كمية قليلة، يعني ما نعمروش باش ما تخرج لينا الحشوة من جوانب. غادي نوضعو كمية، وغادي نستعمرو في يعني الطي ديال السمبوسات. وكتجي الحشوة هائلة، يعني صحية، ما فيهاش يعني الزيوت بزاف في الحشوة. كيف ما شفتوا راني درت غير شوية ديال الزيت وفيها الخضر. غادي نستعمرو على هذا الشكل، وكيف ما قلت لكم الورق ديال السمبوسه بالنسبه للناس اللي يعني عايشين في الديار الاوروبيه، فكتكون في المتاجر الكبرى موجوده. كتجي على هذا الشكل. بعد ما كملت توجد البنات ديال السمبوسه، فدابا غادي نبدا بالقلي ديالها. كما كتشوفوا راه خرجت ليا بزاف. نص غادي ندخلو الفرن، والنص غادي نديرلو الزيت ونقليه. غادي ندهن بصفار ديال البيض، وغادي ندخل هاد الكمية القليلة الفرن. ودابا غادي نقلي النصف الثاني. الزيت هنا انا وضعت الزيت وسخنته من قبل، وغادي نوضع فيه السمبوسات ديالنا. فنقصوا عليه من العافية باش تطيب على خاطرها. ثم البنات بعد ما زودت كمية فكيجيو على هذا الشكل، يعني كيجيو مقرمشين. وغادي نستعمر دابا حتى نوجد الكمية الثانية. كما كتشوفوا غادي نبدا نكفيها دابا على هذا الشكل.
نحاولوا ما نخليهمش يتحرقوا، يعني نطيبهم على نار مهيله والزيت تكون سخنه من قبل. البنات هذا هو الشكل النهائي بعد ما قليت كميه ديال السمبوسه، فكتجي على هذا الشكل مقرمشه وبالصحه والراحه. وكنتمنى تدعموني باللايك والاشتراك والتعليق الزوينه، وشكرا.